خلونا نبدأها بخبر الحقيقة، خبر خدمي أو خدمي مهم جدا ويهم الحقيقة شريحة كبيرة من المواطنين. رئيسة التأمين، هيئة التأمين الصحي، الدكتورة سهير عبد الحميد، أعلنت الموافقة على تحمل الهيئة، هيئة التأمين الصحي، كامل تكلفة العلاج لمرضى التصلب المتعدد. والمرض ده الحقيقة أنه من الأمراض الصعبة جدا، ربما لاحقا إن شاء الله نتكلم على هذا المرض ونفهم قد إيه صعوبته وقد إيه الفحوصات والتحاليل الخاصة بيه كمان معقدة جدا ومركبة، والحقيقة أنه مكلفة جدا، غالية الثمن جدا. فلما بيكون حد فقير أو ذات مستوى ذو مستوى يعني مادي ضعيف جدا الحقيقة، وعنده حد مصاب بالتصلب المتعدد، دي بتبقى مشكلة، بيبقى لود رهيب على الأسرة كلها. فالخبر ده اللي اعلنته الحقيقه الدكتوره سهير عبد الحميد كان مبهج جدا بالنسبه لنا، انه هيئه التامين الصحي هتتحمل كل التكلفه شامله الفحوصات والتحاليل، والمريض مش هيتحمل اي تكاليف ماليه. وقالت كمان انه ده كان يعني على هامش افتتاح اول مركز لعلاج التصلب المتعدد بالصعيد، قالت انه علاج المريض الواحد في هذا المرض بيتكلف حوالي 6900 جنيه شهريا. تخيل بقى حضرتك لو في حد مريض في العيلة وأهله مضطرين يصرفوا له أو يدفعوا 6900، يعني نقول في حدود 7000 جنيه كل شهر. ممكن يكون رب الأسرة أو يعني الأب أو الشخص اللي هو المتكفل بالأسرة، ممكن يكون كل دخله على بعضه كده، كله على بعضه مثلا 1500-2000 جنيه. فصعبة جدا الحقيقة. ويعني أنا عايزة بس أحيي هيئة التأمين الصحي، وأكيد ده كان بالتنسيق مع الوزارة، لانه اي حاجه فيها ان انا ارفع من على عاتق المواطن المصري تكلفه العلاج، لانه المرض ده اصعب حاجه. ودايما اقول انه فكره ان يبقى عندك مريض في العيله او قريب وعزيز على قلبك ومريض وحضرتك مش قادر تعالجه بالشكل المناسب او الكافي لانه معكش فلوس، دي بتبقى قاتله، يعني دي لا تقل صعوبه وقسوه عن المرض، ان لم تزيد كمان عن شده المرض نفسه. فدايما اي حاجه فكره كشف وعلاج فيروس سي مجانا، فكره زمان كان في ناس بتبقى عارفه ان هي عندها فيروس سي، عارفه ومش قادره تتعالج، فبيفضلوا بقى عايشين يقعدوا سنين طويله بقى بكل الاعراض بقى اللي بتحصل لمرضى لفيروس سي بقى، من اول يعني التعب والمشاكل الصحيه مرورا بقى بالاستسقاء والمراحل المتقدمه جدا في هذا المرض، عشان معهمش الحقيقه فلوس. فاي حاجه الحقيقه ليها علاقه برفع عبء العلاج عن كاهل المريض ده شيء محترم جدا. من الصح